بالنسبة لنسب النجاح حسب الشعب، شعبة آداب وفلسفة 33.50%، لغات أجنبية 53.40%، التسيير والاقتصاد 34.39%، العلوم التجريبية وهي الشعبة التي بها أكبر عدد من مترشحي البكالوريا، يعني العلوم التجريبية نسبة النجاح فيها 60.85%. بالنسبة للرياضيات، شعبة الرياضيات وهي أعلى نسبة، كما كانت دائما هي الأعلى، هي نسبة الرياضيات هي 79.22%. بالنسبة للتقني الرياضي، هندسة ميكانيكية عندنا 58.43%. بالنسبة للتقني الرياضي هندسة كهربائية عندنا 60.20%. بالنسبة لتقني الرياضي هندسة مدنية عندنا 61.67%. وبالنسبة لتقني الرياضي هندسة الطرائق عندنا 57.82%. بالنسبة لنتائج أبنائنا في أشبال الأمة، في مدارس أشبال الأمة، فبلغت نسبة نجاح أشبال الأمة النسبة الإجمالية وطنياً 98.34%. كما بالنسبة لذوي التحديات البصرية والحركية، بلغت نسبة نجاح أبنائنا المترشحين المتمدرسين ذوي التحديات البصرية 65.85%، أي فاقت حتى معدل أو نسبة النجاح الوطنية. بالنسبة لأبنائنا ذوي الاحتياجات التحديات الحركية، فنسبة النجاح بلغت 46.03%. فيما بلغت نسبة نجاح نزلاء مؤسسات إعادة التربية 44.53%.